بعد انقضاء أقل من سنة على حدث استقلال بلادنا، نشأ قطاع الدرك الوطني في 6 بنوفمبر 1961 من خلال فصيل واثنتي عشر وحدة تراقب التراب الوطني. وبموجب القانون فقد أشيا الدرك الوطني لضمان الأمن العمومي وحماية الممتلكات وتنفيذ القوانين على امتداد التراب الوطني وعلى مستوى القوات المسلحة، وكذا المشاركة في عمليات الدفاع عن الحوزة الترابية. وتعمل هيئة الدرك الوطني لصالح كل القطاعات الوزارية خاصة العدل والداخلية، كما تتكفل بالأمن في الأرياف وعلى المحاور الطرقية الكبرى وفي المطارات والموانئ الوطنية. ومن الناحية التنظيمية يتكون قطاع الدرك الوطني من قيادة أركان ووحدات إقليمية ووحدات متنقلة وأخرى متخصصة. فعلى مستوى قيادة الأركان تتقاسم العمل المكاتب والإدارات التالية: مكتب المصادر البشرية، مكتب التحليل والتنسيق، مكتب العمليات والتدريب والاستخدام، مكتب الثكنات، مكتب البحوث المركزية، مكتب الدراسات والعلاقات العامة، مديرية المصالح التقنية، المركز الإداري للدرك الوطني، مديرية التقنيات الجديدة للمعلومات والاتصال. تتوزع الوحدات الإقليمية التابعة للدرك في مختلف أنحاء البلاد من خلال 4 نواحي بالغرب والشمال والشرق والوسط، ومن 15 كتيبة في عواصم الولايات، و87 فرقة موزعة على مختلف المقاطعات، و16 مركزا. أما الوحدات المتنقلة الأربع والتي تتمركز في كل من الواكشوط والواذيبو وواد الناقة والعيون، فتشكل احتياطا حكوميا يستخدم في مجالات حفظ النظام والأمن العام والدفاع عن الحوزة الترابية ودعم الوحدات الإقليمية عند الاقتضاء. وأما الوحدات المتخصصة فيبلغ تعدادها 10 وحدات، من بينها سرايا الأمن والمرافقات التي تتولى مهمة المرافقات وتقديم التشريفات لرئيس الجمهورية والشخصيات السامية الزائرة للبلد، مجموعة الأمن والتدخل التي تتكلف بالحماية المباشرة للشخصيات الوطنية والأجنبية السامية ودعم عمل الوحدات الإقليمية والتصدي لعمليات الإرهاب والقرصنة. وتوكل المهام المختلفة للأمن والحماية ذات الخطورة والتي تتطلب تدخلاً فورياً إلى مجموعة الرد السريع للمراقبة والتدخل التي تتصدى للتهديدات الإرهابية ومكافحة الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة والجرائم ضد الإنسانية والمساس بالبيئة. وتتولى الوحدات البحرية حماية الموانئ ومعاينة الجرائم المتعلقة بالقوانين والنظم البحرية. أما مجموعة الوجار فتتوفر على مجموعة من الكلاب المدربة التي تستخدم في عمليات الكشف والبحث عن الأسلحة والمتفجرات والمخدرات، وكذلك في المطاردة والسيطرة على المجرمين. وتتمركز كتيبة النقل الجوي في نواكشوط
وتتشكل من عدة فرق موزعة على مطارات نواكشوط ونواذيبو وأطار وزويرات، وهي مكلفة بالحماية وأمن هذه المنشآت وكذا توفير أمن وسلامة المسافرين ومعاينة الجرائم المتعلقة بقوانين ونظم الطيران المدني. وتعمل مدرسة الدرك الوطني بروسو على تكوين الطلاب الدركيين وتكوين ضباط الشرطة القضائية وتحسين خبرة قادة الفرق والدركيين. وقد خرجت هذه المدرسة منذ تأسيسها 61,900,000 فضلا عن دفعات الدرك الوطني، دفعات من الجمارك والتجمع العام لأمن الطرق والمدرسة الوطنية للإدارة والقضاء والصحافة. وقد كان استدعاء الأمم المتحدة للقطاع منذ سنة 2014 للمشاركة في حفظ السلام بجمهورية وسط إفريقيا إذانا ببداية فصل جديد من فصول التعاون الدولي، تم تجسيده على أرض الواقع بفضل الدعم الخاص لرئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهو التوجه الذي نتج عنه استحداد مجموعة المناورة والاحتياط المكلفة بإعداد الوحدات المنتدبة لحفظ السلام تحت مظلة الأمم المتحدة. وقد كانت تجربة قوات الدرك الموريتانية تحت مظلة الأمم المتحدة محل إشادة وتذمين واعتراف بكفاءة ونزاهة ومردودية هذه القوات، الشيء الذي جعل الأمم المتحدة تطالب بزيادة وحدات الدرك الموريتانية، وترجع كفاءة هذه القوات إلى الجهد المبذول على المستوى الوطني في تأهيلها وتدريبها وتعهد انضباطها ولياقتها وروحها المعنوي والقتالي. وتكلل التعاون الدولي مؤخرا بعقد اجتماعات منظمة الدرك الإفريقي والدرك الفرنسي بنواكشوط، وكذا زيارة قائد الدرك الجزائري التي تدخل هي الأخرى في إطار تبادل الخبرات والتجارب في مجال الأمن ومكافحة الجريمة وتعزيز وتطوير العلاقات البينية بين الدركيين. ومنذ أكثر من عقد من الزمن يعمل الدرك الوطني مع التعاون الإسباني في مجالات المساعدة الفنية والتكوين وتبادل الخبرات والهجرة السرية والجريمة المنظمة وإغاثة المنكوبين ومراقبة الشواطئ، الشيء الذي مكن من الحد من ظاهرة الهجرة وانعكاساتها بشكل ملحوظ. ومع المكانة الدولية المشرفة التي بات القطاع يحظى بها من خلال وحداته التي شاركت في حفظ السلام، فإن الوحدات الموجودة على المستوى الوطني تواصل السهر على القيام بأدوارها المختلفة إدارية كانت أو قضائية. وقد تعززت الوحدات المركزية مؤخرا باستحداث خلية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية تتولى الجانب الوقائي لتفادي وقوع المزيد من ضحايا الإدمان والمخدرات، وذلك عبر توعية المواطن وتعريفه بها وبمخاطرها، بالإضافة إلى طرق الوقاية منها ومدى تأثير العصابات الإجرامية المتاجرة بها على الفئات الهشة من المجتمع. وقد قامت هذه الخلية بعدة جولات تحسيسية على مستوى الوحدات العسكرية وخصوصا مراكز التكوين العسكري، كما قامت أيضا بلقاءات مع تلاميذ وطلاب المعاهد التربوية.
وفي أفق تمدد تأثيرات الثورة التقنية التي باتت تلقي بظلالها على مختلف مناحي الحياة العامة، فإن قطاع الدرك الوطني بات يعطي أولوية خاصة لتقنيات الإعلام والاتصال الحديثة والجرائم السبرانية. وهكذا غدا يحوز على شبكة عالية التردد وعلى شبكة داخلية لتبادل المعلومات، ويتوفر على منظومة معلوماتية لتسيير جميع هياكله. هي إذن آمال عراض يسعى القطاع وهو يطفئ شمعته 57 إلى تحقيقها، وحصيلة ملموسة على مستوى التعاون الدولي وحفظ السلام والتطور التكنولوجي ومكافحة المخدرات التي لم يكتفي الدرك الوطني فيها بالجانب الردعي، بل عمل على وقف النزيف من خلال مقاربة جديدة تجمع بين الجانب التوعوي واتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة.